فقرة اون فاير نيوز. نبتدي مع النادي الاهلي، واكد مصدر بالنادي الاهلي ان البرازيلي سوازا لاعب جيونبوك هيونداي بطل كوريا الجنوبية خارج حسابات النادي خالص في فترة انتقالات الشتوية المقبلة. وأكد المصدر كمان أن نادي الأهلي ما فوتش المغربي وليد أزارو مهاجم عجمان الإماراتي للعودة للقلعة الحمراء مرة تانية. قال كمان المصدر أن كولر شايف أن مودست بيحتاج فرصة فقط وهيظهر بشكل جيد. المدرب السويسري عنده قناعات كبيرة بإمكانيات المهاجم الفرنسي وأخطر إدارة النادي بذلك. يعني الكلام عن مودست أنه ممكن يرحل في يناير، أعتقد أنه هو عاري تماما من الصحة بعد تمسك كولر بيه. أيضا من أخبار النادي الأهلي، الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إن حالة رضا سليم لاعب الفريق مطمئنة للغاية بعد الجراحة اللي خضع ليها في عظمة التركوة اللي تعرض طبعا ليها في إصابة في مباراته أمام سان داونز، وقال إنه تواصل مع أخصائي الجراحة اللي أشرف على علاج اللاعب وتأكد من تحسن حالته وإنه هيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي في الجيم خلال الأيام القادمة. ننتقل